باسي واش واحد 15 مينوت، يعني فين نوصلو 15 مينوت غادي نمشيو في المتابعين. اذا اكزيرسيس 20 كومباري لي نومبر ا اي بي دون شاك كا اون جوستيفيون لا ريغ. اذا لا كومباريزون راه ديجا شرحنا الدرس العام اللي فات، ديما في لا كومباريزون كنديرو الفقر. دونك هنايا غادي تتساوي ا زائد 7 على 2 ناقص بي زائد 3 على 2 كتساوي لنا صفر. اذا ا ناقص بي زائد 8 على 2 كتساوي صفر. اذا ا ناقص بي كتساوي ليا ناقص 4. هنا فرق ديال العددين. هنا عندنا دابا لا جيستيفيكاسيون باش غادي نجيستيفي، غادي نقول بان ا ناقص بي ياش صغيرة من صفر، لأن أربعة ناقص أربعة مالها صغيرة من صفر، دونك راه أ مالها كبيرة على بي. هادي لا جيستيفيكاسيون لي خاصني نجيستيفي. إذا بنفس الطريقة غادي نديرو كتساوي لينا، غنحسبو هي أ ناقص بي كتساوي جدر جوج ناقص جدر ثمانية. هنا هنا دابا راه من هنا باين بان جدار 8 كبير على جدار 3، اذا هذا العدد هذا سالب بلا ما نزيدو نطورو. صافي نقولو بان جدار 2 ناقص جدار 8 مالو صغير على الصفر، دونك راه ا ناقص بي صغيرة على الصفر. الو غادي نقولو بان ا مالها صغيرة على بي. بالنسبة للعملية ا غادي نديرو برودوي اون كخوا، يعني ا زائد واحد كتساوي ليا بي ناقص ثلاثة الكل مضروب في واحد. إذا غادي نحول مضروب في واحد يعني بحال لي مكاين والو، غادي نحيدو هاد الكخوا، يعني غنديرو ا ناقص بي كتساوي لينا ناقص ثلاثة، وهاد واحد غنجيبو هنا تولي ناقص أربعة. إذا ا ناقص بي كتساوي لينا ناقص سبعة. الو دونك الو شنو عندنا؟ عندنا بان ا ناقص بي مالو انفيريور ا زيرو، دونك غادي نستنتجو بان ا مالها انفيريور ا بي. نفس العمليه اللي درنا ثلاثه غنديروها مع بعض. خذ دونك خوا يعني جوج عامل ا ناقص خمسه تتساوي لينا دو بي ناقص اربعه. غادي نديرو الديفلوبمون هنا، هي دو ا ناقص 10 كتساوي لينا دو بي ناقص 4. بي غنجيبها لجهة أخرى، هي دو ا ناقص دو بي باردون ناقص دو بي كتساوي ناقص 4 زائد 10. غنعملو بجوج هنا، إذا جوج عامل ا ناقص بي كتساوي لينا شحال؟ 6. إذا ا ناقص بي كتساوي لينا 3. أش غنقولو؟ ألوغ ا ناقص بي مالها سوبيريور ا زيرو، دونك غادي نقولو بأن ا سوبيريور ا بي. إذا كنتي أول مرة كتشاهد قناة سكويلا، ما تبخلش عليا بواحد لايك تحفيزي للقناة، وفعل الجرس باش يوصلك الفيديو في أحدث الأوقات ديالو، وتابعونا معنا في لاشين، ومرحبا بك في مجموعة ديال سكويلا. إذا إكزارسيس 23 كومباري أ إي بي دون شاك كا أون جيستيفيون لا ريبونس، ميم كيستيون. إذا إيكا غنجيبو هاد أ، أها نحيدو مكاينش إيكا، أ نجيبو البي هنا تعطينا ناقص بي كتساوي لينا جوج من راسين دو جوج ناقص الراسين ديال 8. إذا كتساوي هنايا ناقص بي، هادي غادي ندخلوها داخل، غتولي لنا هي راسين ديال 8 ناقص الراسين ديال 8. إذا أ ناقص بي كتساوي صفر، دونك غادي نقولو بأن أ مالها إيكالا. غنجيو للعملية إثنان، غنقولو بأن أ هنايا عندي ناقص، غادي نجيب هاد البي، ناقص البي
كتساوي لينا واحد، وهذه غادي نجيبوها لهنا هي زائد جذر خمسة. خمسة إذا أ ناقص ب كتساوي هي واحد زائد جوج خمسة جذر جوج. اش غادي نقولو؟ أون إذا عندنا لا جيستيفيكاسيون دابا، إذا أون أن بلوس سانك راسين دو دو مالا سوبيغيور أ زيرو ستريكتومون، مكتساوي زيرو يعني قطعا. دونك أ ناقص بي سوبيغيور أ زيرو، ألوغ غادي نستنتجو بأن أ مالا سوبيغيور أ زيرو. إذا هنا نأخذو دوك خوا غادي نديرو دو أ، هي دو أ بلوس أن مضربة في واحد كتساوي لينا أ بلوس بي. و إذا أ بلوس بي غادي نحولو هنايا أ و بي و نحولو لحداش، إذن دو أ موان أ موان بي كتساوي لينا موان أونز. إذا دو أ هي تعطينا أ موان بي إيكالا موان أونز. فوالا إذا أ موان بي مالها أنفيغيور أ زيرو. ألو غادي نستنتجو بأن أ مالها أنفيغيور أ. إذن إكزارسيس 27 كومباري أ أي بي، دونك شهاكا أون جيستيفيون لا ريبونس. دونك غنديرو بأن أ كتساوي لينا أو بي كتساوي، باش نكومباريو ديما كنديرو أ موان كيساوي، غادي نحسب لي هو 7 جذر 2 ناقص 10. 7 جذر 2 ناقص 10، هاد 7 غادي ندخلوها، إذا شحال غتعطينا؟ هي الرصيد ديالاش 49 مضروب جوج ناقص 10. واحد إذن هي الرصيد ديالاش 49 بجوج هي لي عندنا سيدي 98 ناقص 10. هنا دابا عندنا أ ناقص بي كتساوي لينا الرصيد 98 ناقص 10. إذا لا جيستيفيكاسيون عندنا بأن الرصيد ديال 98 مالو صغير على 10، صغير ماشي ناقص، أولا غنديرو الفرق ديالو، يعني ناقص 10 مالو انفيريور أزير. علاش؟ لأن باش تعرفو نيشان، لأن عندي الراسين ديال 100 شحال كيساوي ليا؟ كيساوي ليا 10، ولكن هاد 100 صغيرة، 98 صغيرة، إذا غيخرج ليا عدد أقل من 10، إلا كان عدد صغير على 10 ناقصنا من 10 يعطينا عدد نيجاتيف. دونك هنا غادي نقول بأن لا جيستيفيكاسيون ديالي بأن أ ناقص بي مالتها هي نيجاتيف، ألوغ راه أ صغيرة على بي. فوالا إذا نجيو نحسبو أ أس 2 ناقص بي أس 2، حنا هنايا خاصنا ندرسو غير بي، بما أن بي بوزيتيف خاصنا نشوفو هذا بوزيتيف، يعني خاصنا نشوفو واش كبير، غنديرو بأن أ المتطابقة عامة غتعطينا أوتوماتيكمون غادي نحسبوها هي 3، 3 أس 2 3، غندير لكم أ ناقص بي كتساوي أ اللي هي الراسين ديال 3 زائد الراسين دو 2 تو أو كاري ناقص 2 الراسين دو 6. فوالا إذا هنا كتساوي ليا هي 3 زائد 2 الراسين دو 6 زائد 2 ناقص 2 الراسين دو 6. غادي نسامبليكي بعد الراسين دو 6 غتمشي ليا وغيبقى ليا كتساوي ليا 5. إذا أ موان بي إيكالا 5 سينيفي كو، يعني سينيفي كو أن أ موان بي مالها سوبيغيور أ زيرو. دونك غادي نستنتجو بأن أ سوبيغيور أ بي مازال. غادي نجيو لعند بي 3 غادي نديرو حتى هي أ موان بي إيكال، نحسبو الفرق ديما في لا كومباريزون كنحسبو الفرق، إذا ناقص 5 راسين 3 ناقص ناقص 76. فوالا 76 هي 3، خصنا نديرو 3 في شي عدد باش نخرجو باش يبقى لنا راسين ديال 3، إذا كيساوي ناقص 5 راسين ديال 3 زائد، غادي نخليوها هنايا 76 وندخلوها 5، 5 غندخلوها باش تعطيني
تعطيني هي ناقص الراسين ديالاش 25 في 3 تعطينا 75 زائد الراسين ديال 76. اذا هنا كنلاحظ الراسين 76 كبير على 75. اذا هذا العدد هذا هنا قلنا اذا يكون عندنا بان ناقص الراسين 75 زائد الراسين 76 مالو سوبيريور زيرو. الو غادي نقولوا بان ا موان بي سوبيريور ا زيرو، دونك بان ا راه سوبيريور ا بي. فوالا مزيان. غادي نشوفوا العمليه 4. اذا ا ناقص بي كتساوي ليا راسين دو 7 موان ا تو اوكاري موان بي اللي هي موان راسين ديال 28. اذا كتساوي لينا هادي ايدونتيتي روماركابل هي 7 مضروبه جوج راسين ديال 7 ماشي مضروبه راه زائد اوكتي ناقص ناقص زائد 1 اوكاري اللي هي 1. هنا ناقص ناقص كتعطيني زائد راسين ديال 28 ماشي. اذا ديك كتساوي نجمع الارقام عطاتني 8 وهنايا غادي ندخلها لداخل باش نبينها لكم هي 28 زائد راسين 28. هاد الاعداد بجوج اوبوزي. اذا اش غنديرو شرط طن غادي نضربو عليهم غيبقى لينا بان ا ناقص بي كتساوي 8 سوبيريور ا زيرو. الو غادي نستنتجو بان ا سوبيريور ا بي. خير اذا اكزرسيس 25 رونجي دون لورد ديكروسون يعني تناقص يعني من الكبير للصغير. اول حاجه غتردوا ليها البال وهما هاد الاعداد هذا. كنشوف هاد العدد هذا عندي نيجاتيف وهاد العدد نيجاتيف. اذا انا هادو بوزيتيف وهادو نيجاتيف ديكروسون يعني غنبدا من الكبير يعني واحد في هاد الجوج عادي يمكن ليا نمشي نشوف لي نيجاتيف صافي. كي غادي ندير غادي نجي لهنايا غادي نحاول انني نردهم جذر واحد كامل. 8 غادي ندخلها اش غتولي غتولي 64 لان كتسمى راسين كاري بارفي 64 في جوج جد وهذه اش غتولي ناقص زاد وغادي ندخلوها هي 49 7 مضروبه في جوج بوان فيرغول. هنا غتبقى لينا راسين 129 بوان فيرغول وهنا غادي ندخلوها تعطينا ناقص راسين ديال 36 مضروبه 3 96. هذا يعطيني الراسين ديال 128 هذا ناقص الراسين ديال 98 هذا غادي يبقى بلاصتو اللي هو الراسين 129 وهذا غادي يعطيني ناقص الراسين ديال 8 يبقى 1 8 8 يبقى 1 88. قرينا حنا لي نومبر غولاتيف العلاقه ديالهم لا ديستونس ا زيرو داكشي. دابا العددين قالنا ديك خواص اذا غندير بحال هكا بحال هكا بحال هكا ديال من الصغير للكبير. الكبير ديالنا هنايا هو الراسين 129 واللي من موراه هو الراسين 128. دابا غيبقاو ليا هاد لي نيجاتيف. الا ما كانش لا نيجاسيون غيكون هذا هو الكبير ولكن دابا العكس غادي يولي الموار راسين ديال 98 هو الكبير عاد موار راسين ديال 108 صافي. دابا حنا درنا هذا هو اللي صحيح وحنا غادي كنطلع صافي مازال ولكن راه ماشي هذا الرمز اللي خاصنا نديرو لان قالوا لينا ديك خواصون. كيفاش ديك خواصون يعني تناقصيا يعني من الكبير للصغير هذا هو الكبير من الكبير الصغير. هادو خصنا نقلبوهم كامل نعاود نكتبوهم من الكبير الصغير خصنا نعاودو نديرو الكبير هو الاول راهما صحاحين غير حنا خصنا نديرو نديرو الراسين ديال 129 هو الاول. كتقولو لنا من الكبير الصغير عاوتاني الراسين ديال 128 عاوتاني الراسين ديال ناقص 98 وعندنا الراسين ديال ناقص 108 ماشي. نفس الطريقه غادي نديرو
دابا انا غندخل مباشره هنا العدد ديال دخلنا 15 25 3 هي 75 الرصيف ناقص ما كندخلوهاش في الرصيف دخلنا ما كيبقاش عنده المعنى هنا غندخلوها تعطينا الرصيف ديال 28 هنا ناقص الرصين ديال 76 هنايا غادي ندخلوها حتى تولي 99 ديال الرصين ديال 27 وعندنا شحال 9 ناقص دابا خواصهم اللي كبير غنهضر مع لي بوزيتيف لي بوزيتيف عندنا غير هاد الجوج اذا هنا غندير 28 كبيره من موراها الرصين ديال 27 من موراها هنا ولاو عندي ثلاثه ديال الارقام لاحظ الرصين ديال 75 و9 باش نتاكد غادي نجي غادي ندير 76 رصين شحال كتعطيني 8.71 اذا 9 هي اللي كبيره واخا غادي ندير عاوتاني 75 رصين كتعطيني 8 اذا 9 كبيره هي اللي غتجي الاولى عاد غنديروا اكبر لا هي كبيره تكون هي الاخرى عفوا تعود غتكون هي الاخرى حيت هي الكبيره فيهم اذا هنايا قلنا غادي نديرو 75 هي الكبيره اذا ولات هذه هي الكبيره هذه كبيره ولات هذه هي الكبيره اذا غنديرو هنا ناقص الراسين ديال 75 كبيره على الراسين ديال 76 كبيره على مؤنث ماشي اذا حتى لهنا وصلنا ل 15 مينوت غادي نوقفوا وموعدنا في لابارتي الثانيه ديال نسكت خليتكم على خير بون كوراج السلام عليكم